غرناطة أتلتيكو مدريد الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 14. شفنا كيفاش غرناطة وين كانت المباراة، وين الشوط الأول اللي كان شوط حماسي كثير. شفنا كيفاش المباراة كانت بدات بقوة من جانب التشكيلة تاع غرناطة اللي دخلت بربعة 2-3-1. شفنا أتلتيكو مدريد وين دخل لعب خطة تاعو المعهودة ومتعود عليها 4-4-2. شفنا ديغو سيموني المدرب تاع أتلتيكو مدريد، يعني المدرب نقولوا باللي نقولوا المدرب تاع غرناطة عمل المستحيل من اجل الفوز بهذه المباراه، وذلك خاصه نقولوا باللي المباراه اللي زوج اهداف شناهم في 7 دقائق. شنا الهدف الاول من عند لورديو في الدقيقه 60، وشنا جيرمان في الشانزاز في الدقيقه 67 هدف التعادل. يعني نقولوا بلي ما نساوش الحارس تاع غرناطه سيلفا فيكتور وين انقذ المرمى تاعو، خاصه الحراس وين فاني الحارس تاع جان اللي انقذ لعبوا دور كبير في هذه المباراه. وشنا فيكتور دياز، شنا كيفاش دوارتي، شنا جيرمان، شنا يعني خوسي ماريان. يعني كانت المباراه وين شانك بانك كارلوس فرنانديز، شنا كيفاش روبرتو، شنا الفارو. يعني كانت نقولوا باللي المباراه اللي كانت قويه. شنا بوريتاس، يعني ماكسيم غوميز. يعني كانت المباراه من جانب نقولوا باللي من جانب غرناطه اللاعبين، من جانب نقولوا باللي من جانب اتلتيكو مدريد وين كانت المباراه كذلك وين شفنا كيفاش المدافعين فيليبي اللي لعب دور كبير، شفنا ماركوس، شفنا في وسط الميدان، شفنا هيكتور، شفنا كيفاش كوكي في وسط الميدان، شفنا كيفاش فيكتور ماتشيني كذلك في وسط الميدان، شفنا انخيل كوريا في الهجوم، شفنا الفارو، شفنا الفارو موراتا، شفنا توماس. يعني كانت المباراه توماس اللي دخل في الدقيقه 65 وسط الميدان وخرج مهاجم انخال كوريا. يعني كانت المباراه مباراه اللي كانت في القمه، مباراه حسب السمعه تاع اللاعبين وين غرناطه اكتسب شخصية قوية في البطولة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد اللي الموسم الماضي والموسم الحالي ما راش يمر على أحسن ما يرام. تعالى نقولوا باللي اليوم شفنا كيفاش أتلتيكو الفريق اللي كان يرعب كل الإسبان اليوم أصبح فريق عنده شخصية تاعو عنده، لكن بدون روح. اللاعبين بدون روح، مش كيما أتلتيكو مدريد اللي نعرفوهم في المواسم اللي ماضوا في الماضي القريب اللي كانوا عندهم كانوا لاعبين كانوا شفنا كيفاش المدرب شفنا. يعني نقولوا بلي أتلتيكو مدريد اليوم أضاع الكثير من الفرص وأضاع الفوز رغم غرناطة كذلك وين شفنا روبرتو، شفنا كيفاش أنخيل، شفنا كيفاش برينسون، شفنا كيفاش ماكسيم اللي هذو اضاعوا اهداف كثيره. وشفنا فانيك ماركوس من جانب اتلتيكو، شفنا انخيل، شفنا كيفاش فيليبي كذلك وين اضاعوا الاهداف كثيره. هذه المباراه مباراه اللي كانت منحصره في وسط الميدان كان كما نقولوا حنايا، وكان كيفاش كانت المباراه نقولوا باللي المباراه اللي كانت تكتيكيه ما بين المدربين، خاصه في الشوط الثاني كل مدرب ولعب على اوراقه من اجل مخادعه الخصم، لكن بدون جدوى امام نقولوا لاعبين كانوا عنيدين في الميدان، لاعبين اللي ما تنازلوش على كل واحد ما تنازلش على النتيجه. يعني هذه هي غرناطه اتلتيكو مدريد الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 14 صحيح.